أعلن رسمياً عن افتتاح هذا المهرجان. ككل سنة يعود التقليد الثقافي الذي تتميز به مدينة بونا العريقة، المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية في طبعته العاشرة، الذي يحتضن فعالياته المسرح الجهوي عز الدين ميجوبي بمشاركة أكثر من 60 فناناً، أين ستجد فيه العائلات العنبية على مدى 9 أيام ما يروقها من طبوع فنية تحيي سهراتها الرمضانية. مهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية في طبعته العاشرة يحاول أنه يحافظ على الطابع نتاعو الوطني بطبعا لمسات محلية، ونظن يعني هذا العدد الكبير راح يقدم يعني صورة غنية، صورة متنوعة لكل الطبوع والألوان الغنائية الموسيقية التراثية في بلادنا. السهرة الأولى للمهرجان صدحت فيها أصوات المطربين أمثال مطربة الغناء الحوزي الفنانة نعيمة وغيرهم، الذين منحوا هذا الحدث الموسيقي التنوع والثراء. شركة ديالي في هذا المهرجان هي كانت لتاني مرة، وكل مرة الحمد لله يكون الحضور قوي وإقبال كبير من طرف العائلات. السهرة عدت جميلة جميلة جدا مع السيدة نعيمة زيرية مع الشيخ صالح بنيني، والحمد لله الحمد لله عدت مليح. المهرجان لقي تجاوبا كبيرا من قبل الجمهور العنابي الذي حظي بمتعة الاستمتاع لأرقى الوصلات العاصمية والشعبية. مهرجان أثبت قدرته على استقطاب الجمهور وعلى تقديم وجه مشرف للموسيقى الحضرية بمختلف طبوعها، مالوف، حوزي، أندلسي، شعبي. نعيمة الزرية سي اكستراوردينير الحق، ان كاردور مستي ان كاردور مانيفيك. إذن هي طبعة عاشرة للمهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية، هذا المهرجان الذي تكرس ضمن التقاليد الثقافية والفنية التي تفتخر بها مدينة عنابة.